أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان البيت المعمور مقابل نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا كان البيت المعمور مقابل تماما للبيت الحرام في الأرض، فهل يكون كذلك عند دوران الكرة الأرضية حول نفسها؟ دوران الكرة الأرضية هذا من عندك، من اللي قال أنها تدور؟ هل نزل في القرآن؟ هل جاء في السنة الصحيحة أنها تدور؟ هذا من قول الجغرافيين، ولا يعتمد على قولهم. نعم.